بلادنا الايامات هذه تشهد حرب حقيقيه على المحتكرين وعلى الفساد، وقاعدين نشاهدوا بصفه يوميه في فيديوهات معناتها تاع الاف الترانت من المواد الاساسيه نتاعنا مخزنه في مخازن تاع المحتكرين هذوما. مشاهد تفرح، ولكن اليوم كي تهبط عين المكان كي تهبط تشوف معناتها في نقاط البيع جل المواد ما زالت مفقوده اليوم، صحيح ولا؟ صحيح صحيح. انا اليوم قال لي برك يجي، والبارح مشيت قال لي غدوه باش يجي السميد والفيل، ما جا حتى شيء. فماش اليوم. لا قال لي هذوما ماهوش موجودين، ونخرج على روحي. هكا مره يحطوا مقرونه، مره الروز، حتى الرشطه ما فما برشا شيء يطلعها. ما عرفش علاش احنا بالحق. انا نملك الحرب زاده. الحرب اللي صايره في اوكرانيا هذه هي ولا ليه؟ كانوا يستوروا، ولدي قال لي ياخذوا من عندهم 80%. فما تنقص شيء، يلزمنا نساعدوا بعض. يا خويا زاد الناس صراحة أنا ضد اللي كل حتى العبيد يخذ لك بالحق، والله واحد خذي 10 بكويت روز. علاش هكا نساعدوا بعضنا هكا؟ هذه اللهفة. اللهفة صحيح اللهفة. كان جو الكل يحبوا بعضهم يساعدوا بعض. الحقيقة تا كيفاش في تونس والله. علاش كان في تونس الحاجة تغلى تفقد تولي فيها العسل، ولوا يخزنوا. معناتها التونسي المواطن التونسي البسيط بطريقة غير مباشرة سامحني قاعد هو يساهم في الاحتكار. هو بيده ما كان يسحق باكو مقرونة ولا ياخذ 10 باكوات، يسحق كيلو سميد ياخذ 10 كيلو. جاي رمضان وبشتوفة وكل يولي ياخذ برشا ويقول لك أنا نخزن وكا. هذا هو الاحتكار. هذاك والكبار حتى أوخت يشد الكبار. الكبار هما اللي كيما يامن راهو فيهم. الحقيقة شيء يقوى ما نعرفش أنا شيء يقوى منه. انا نخزر انا والله شو باكو روز يشدني وبصراحه فما ناس عندهم اللهفه. انا اللهفه لا، كان جاوا العباد الكل يساعدوا بعضهم ولا طول البلاد ولا يسكتوا ما عادش يشريوا، وكان يوصلوا ما عادش يشريوا طول الشيء يكسر. هم العباد اللهفه اللهفه خايفين على رمضان يجيهم والعباد ما طار. صراحه متفائله اليوم. بربي تفائل وخير هذه كله من ربي. راهو انا اليوم برك نقرا فيها في القران، تعرف اش قال ربي؟ قال سنذيقهم شيء من الخوف ونقص من الاموال والثمرات بما كسبت ايدي الناس. يلوحوا في الخبز وبعد يشد عليه الصب. والله العظيم في كل بلاصه نمشي للمرسى اي بلاصه ومعلقين الخبز، فما واحد كعبه بقيت قصيت له قال له رجع لي. كيفاش ما باش تقص العباد فما حاجه ما على ذاك ربي حاسب فينا. قال عمين بالحق راه والله لو كان نعبدوا ربي اكثر تشوف ربي لما يسأل. ما جاهم قبل سيدنا يوسف وجاه الشيء هذا، انا اريد ما نحط في الدين راه جاهم راه باش يجيكم 7 سنين ولا قداش نقص في كل شيء حلم حلمه ياك. يلزمنا نساعدوا بعضنا وكا نساعدوا اي وتفائلوا خيرا تجدوه يا خويا تفائلوا خيرا تجدوه. حتى ولدي اي ميت معدوده تفصلنا على شهر رمضان، قولوا شهر رمضان قولوا التقوى والايمان وما تشرك، يقول لك واحد يرجع فيه الرب شويه يبعد على العادات الخايبه. وزيدا قولوا شر الماكله والتمخميخ، ما تجيش ماكله وجل المواد الاساسيه مفقوده ما فماش، يا معناتها سومها فوا دو فوا تروا يا ما ترقاهاش. الاحتكار تو شفنا عديد معناتها مداهمات، شفنا برشا دبوات طاحت، بدا يتنحى شويه الاحتكار في بلادنا ولا مازلت كما هو؟ والله ساعة هذا شيء فرحنا احنا. اول حاجه كتوانسه ماك تعرف احنا في سيدي رمضان نحبوا التمخميخ ونحبوا الماكله ونحبوا كذا، مستنسين احنا في العاده نتاع سيدي رمضان. الناس تحضر، شنو تحضر؟ تحضر في الموله نتاع سيدي رمضان. اليوم احنا اليوم كنا معناها احزان، اليوم ما مانيش خاطينا حتى شيء. اليوم فما حاجه معناها تو اللي فرحتنا المداهمات نتاع اللي شهدنا كم الفرينه كم السميد كم المهم الحاجات المدعمه احنا فرحنا. اما ان شاء الله نطلب من ربي ان شاء الله هذه توصل للمواطن، خاطر المواطن اليوم جيعان في كرشه ما يخلطش على حتى شيء. احنا اليوم بالحق ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله رمضان يكون مبروك علينا، ان شاء الله يجينا فهمتي بالخيرات نتاعو، ان شاء الله كل شيء يكون متوفر في البلاد هذيا. كلامك محلاه وموزون ومفهوم. خلينا نحكيو بصراحه، خلينا نحكيو واقعيا، التونسي ما يحبش كلامك، يحب كي يمشي للعطار ولا يمشي كنيقات البيع هذوك المكازانات وكل شيء، يحب يرقى السكر، يحب يرقى السميد، يحب يرقى الزيت. موجودين تو المواد هذوما واحنا على ابواب شهر رمضان؟ احنا اليوم مش موجودين، احنا شو قلت لك انا تو انا قلت لك فرحنا احنا كي شفنا الشيء هذا موجود احنا فرحنا. اما اليوم انا كي نمشي للعطار باش ناخذ دبو زيت يقول لي ما فماش، باش نمشي ناخذ كيلو سكر يقول لي ما فماش. احنا وين ماشيين احنا اليوم؟ هذا هو السؤال نطرحه في اليوم، وين ماشيين؟ اليوم رانا احنا بالحق اليوم رانا حزين. انا باش نمشي باش نطيب قهوه، باش نطيبها القهوه، باش نطيبها حاجه بالملح على قهوه.
باش نمشي ناخذ ايترازيت باش نطيب. انا اليوم سيدي ما عنديش باش ناخذ فهمتي ايترازيت معنا ب 5000 ولا 6000 فرنك، انا ما عنديش اليوم نطيب الزبده. الزبده هاي حتى باش تفقد الزبده زي. احنا بالحق احنا اليوم باش نطالبوا معناها رساله رئيس الحكومه، رساله السيد رئيس الجمهوريه، نحبوا كل شيء يتوفر لنا، نحبوا معناها توصل يوصلنا يوصلنا المنتوج هذا، نحبوا يوصلنا كل شيء يوصلنا للمواطن. لكن ثم بقايا ما يوصلهاش كما معناها الريفيه، مناطق ثم ريفيه ما توصلهاش، لا يسوها لا سميد لا سكر لا حد، ما فهمش شيء. خبز تو باقيت العشيه ما لقوهاش، نقسم بالله المره فاتت باقيت العشيه ما لقيتهاش باش نتعشى. متفائل اليوم بصراحه؟ والله ان شاء الله باش نكونوا واضحين، ان شاء الله الانسان واحد مهما كان ديما يتفائل الخير، ديما نتفائل الخير، خاطر هذا الشهر جاينا شهر رمضان، وان شاء الله ربي يفرجها علينا. هذيك شنو نحبوا احنا اليوم راه اكثر من هذا راه ما نزيدوا حتى شيء. والله يعطيك الصحه فهمني، يعني ذكرنا في الموضوع هذا من يهم الشعب فهمني، وحاجه تمس قوت المواطن ما عاش فيها. انا على خاطر لك انا المواطن جاع راه فهمني، الامن الغذائي هو من فهمني اكثر من الامن بتاع فهمني الدوله. لكن للاسف معناها كالعاده نعاودوا نكرروا الكلمه هذه، راهو فهمني راهو الخير موجود وكل شيء موجود، لكن السيد الرئيس يعني قاعد فهمني للاسف فهمني من بين الواقع وبين المطرقه والسنداب فرق بعيد بين رغم الوزراء. وانت فهمني معطي مع كل احتراماتنا لك سيد الرئيس، يلزم فهمني تطبيق القانون يا خويا، يخرج فهمني انت والوزراء نتاعك اجتماع طارئ فهمني حاله فهمني، يلزم قانون حرب يا خويا فهمني في كل شيء فهمني، بلادنا لاباس بها فهمني، لكن ما يحبوا يفقروها باي طريقه. اش قولك انت؟ اش قولك انت؟ تو بار اكزومبل كي نقفوا قدام التلفزيون والاعلام على حسب الاعلام نشوفوا في الدبوات، معناتها تنجم تقول 10 سنين اخرين وحنا ناكلوا في السميد وما يكفيونا. تدخل مجازا، انا نسكن بحضر مجازا جنرال هنا، الثمانية متاع الصباح يجيبوا بالضبط 20-30 باكو متاع سميد وفارينا ميم با، تصدقني ولا انت حر، والله لا يفوتوا الدرجين صحيح ما ثماش درجين وبو بونيا. يمكن استغفر الله يا ربي اوكرانيا خير، يمكن اوكرانيا ما يشدوش الصف، والاعلام اللي متشوفوا به كالمواطنين اجى الصباح الثمانية تحب تسجل وتتفرج الصحيح. سامحني الحرب في اوكرانيا والمجاعة في تونس، هكا المجاعة في تونس مش مجاعة هي، ما عندناش ما نجوعوش. لا لا شوف شو نقول لك، انا نحير في بشر بصراحة تامة، معناتها حتى كي ما يجيش لي 5 بلاطوات وستة بلاطوات وسبعة بلاطوات عظم تقول الصاروخ ضرب حدا داره، الفارينة يخبي ويحط وهي تستوس حتى الماكلتها تولي مضرة. قول المحتكرين، احنا واحد من الناس، انا واحد من الناس نعش المحتكرين، السلاح نشوفوا فيها قناطر وكتجي للواقع ما تلقى شيء، لا ثم لا زيت زيت، قداش سيد الرئيس قداش عنده اللي قال لنا مش تاخذوا الزيت، نوصل له ميساج نقول له سيد الرئيس والله العلي العظيم توحشت نشوف الدبوزه زيت بدينار نتصور معاها برك ما نشريهاش من نهار اللي انت تكلمت على، والله لا ثم دبوزه زيت شفتها، والله لا شوف الدبوزه زيت هكا اللي كانت ب 950 فرنك الا شفتها جمله، ما يقارب توا عام قريب العام تسكر العام ما ثماش زيت، ثم السكر ثم شفارينا على باب شهر رمضان. معناتها شوف ايش نقول لك، باذن ربي وش اغزر لي، لا تقول لي السيد الرئيس ولا تقول لي فلان ولا فلان ولا هكا، رانا عايشين تحت رحمه ربي، والبلاد هذيا البلاد الوحيده في العالم فيها حزب اللطيف، ديما اللطف يجينا بالسياسه. تو تدخل الكوشه برا مش يعمل دور، تو تلقى الكوشه كلها بالصف، عليه الصف مانيش فاهم عليه، تجي تكلم الكواش يقول خويا انا ما عطونيش فارين، اي وين هي الفارين هذيك؟ احنا عايشين ونحمد ربي وشده في ربي وكهو. حقيقه كي تمشي هكذا يا باش تشوف يعني تشوف مين عطولك هكذا باللي حجزوا هكذا نقول لك، بصح كي تشوف تمشي للمحل وتمشي للقرب ما تصيبش يعني الواقع اللي كاين، تصيب يعني ما كانش. هذه هي اليوم جل المواد الاساسيه مفقوده واحنا على باب شهر رمضان. ايه باش يعملوا اه
المواطن كيفاش يعمل؟ والله يا المواطن كما نقولوا احنا بالجزائريه يا حليله. ترى حنايا هنايا كيما جيت انا راني جيت سواع عندي الاخر يعني الغلاء برشا برشا زياده. المواطن يعني بزاف عليه. ما عادش يخدم. ما عادش يلحق. مقيم هوني ولا زايح؟ لا لا. انت مقيم ولا زايح؟ لا لا سايح تسمعنا سايح برك مش مقيم. الوضع كيف كيف حتى في الشقيقة الجزائر معناتها الوضع فرد وضع ما الاحتكار موجود عندنا احنا عندكم انتم فرد وضع اللي راه في تونس راه في الجزائر يعني فرد وضع مهم حتى المعيشة. انا جيت قبل في الصيف يعني المعيشة درك زادت غلات من وقت الكورونا وقت كذا هذيك ما جيتش بالك درك كي اتصلت وجيت عندي ايامات راه لقيت المعيشة غالية ياسر 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 يعني المواطن ما يقدرش ما يلحقش حتى باه يعيش والله ما يلحق حتى باه يعيش. قبيل مشيت كيما نقولوا احنا للسوق يعني شفت ناس مواطنين ما قدروش باه يشري الطلبه تاعهم